Just give him the ball and space up. He will create for you. If you want to play one-on-one. If you don't want to play organized ball sets. Fuck offense, man. We got to turn it up on defense, man. They sorry as shit, You man. Are very soft, guys. Very, very soft. On defense. Let's go. Hit! Any attack for Dwayne? Hit him on. You can switch too, right? Our ball. عشر دقايق جديد من المتعة بين الرياضي وهوبس بالكوارتر الثاني. البوزيشن رح تكون مع الرياضي بانطلاق الكوارتر المتقدم بفرق ثلاث نقاط. ووائل عرقشي بمواجهة علي منصور مرة جديدة. هالماتش اب بالجيم المنتظر كان بين علي منصور ووائل عرقشي. دوين جاكسون هايك على ارض الملعب ايضا موجود بعده بالوقت اللي امير بيلاقي حاله تحت الباسكت. عم بسجل امير سعود ولنقاطه بالانسايد جيم. لاعب المميز بالاوتسايد جيم على الارك كان عم يسجل من تحت السله. 24-19 فارق خمسه للرياضي. هوبس تحت ضغط اكبر واكبر. نادي هاشم بسلم علي منصور. علي بايده الشمال عم بيطج بيلعب لبرا لعند كريم زينون. كريم لعلي منصور من جديد. اربع ثواني ثلاث ثواني علي بيخترق السله ما بيسجل. علي مايك افيبرا بريباوند جديد. امير حلو كثير يا امير حلو كثير. هايك بالسكند تشانس ما بيسجل هايك لكنه عم يحصل على الخطا. الرياضي عم يكون مرتاح تحت السله مسيطر على الريباوندز بهالاثناء. 16 ريباوند للرياضي مقابل 10 لهوبس بالمباراه. لكن نسبه هوبس بالفيلد جولز افضل بعد نهاية الكوارتر الأول كان عنده 44% مقابل 39% للرياضي. على صعيد 3 بوينتس 3 من 7 للرياضي و2 من 6 لهوبس. يعني فريقان لازم يحسنوا أكثر أدائهم على الصعيد. الليدر أكيد بالنقاط هو مايك إفيبرا من ناحية الرياضي بعشر نقاط. كريم زينون من ناحية هوبس بخمس نقاط. أيضا مايك عنده 4 ريباوند لحد الوقت. وكريم ايضا هو الافضل على الصعيد من ناحيه هوبس بثلاث ريباوندز. هايك بسجل واحدة من اثنين. هايك يوكشيان على فري ثرو لاين. علي منصور مع ما شفنا داريان تاونز اليوم على ارض الملعب من ناحيه فريق الرياضي بيقدر يضيف سايز تحت السله بالوقت يلي ويلي وارن. ويلي بيقرر يخترق بفوت بالترافيك. ويلي وارن ما بسجل. ريباوند الدفاع مره جديده للرياضي. دوين جاكسون بروح على السال. دوين بمضايقه حبيب عبد الله. جود ديفنس كان من حبيب منعه لدوين يطلع على السله. ويلي وارن بروح بالفاس بريك السريعه. ويلي بياخذ الشوطه ما بسجل. ويلي وارن بمواجهه فريقه السابق لكنه عم ياخذ الخطا كان من امير سعود. رانينج جيم على مستوى عالي. الاوبن كورت يلي عم تكون موجوده ببعض فترات المباراه عم نشهدها كنا باللقطه الاخيره. دوين جاكسون جرب يرد عليه. ويلي وارن بنفس الطريقه. ويلي لاول مره بيقف على الفري ثرو لاين اليوم ما بيسجل محاولته الاولى. ويلي كان محترف بالدوري المكسيكي قبل عودته او قبل ما يلاقي هوبس على دبي ليكون موجود معهم. اكيد في حال دخل داريان تاونز راح يضيف سايز كبير للرياضي تحت السله الى جانب دوين جاكسون. وفي هايك ايضا طويل راح الامر راح يسبب مشكله لا هوبس بالوقت يلي هايك بياخذ المحاوله الثلاثيه. حبيب عبد الله بلم الريباوند بيلعب لعلي منصور. علي بيطلع بالطابع. علي منصور علي بايده الشمال بجرب يدخل. علي على اللوبو سيجي جايلز حلو يا سيجي. ريباوند لمين؟ ريباوند لامير دوين جاكسون منه لعد بايك افيبرا. شوفوا الاوبن كورت شوفوا الركض شوفوا
الانرجي اللي عندهم اياها الفريقين. ترانزيشن ديفنس سريعه كانت من هوبس بالطابه الاخيره. ايضا امير بجرب يدخل لمايك إيفيبرا بالاوبن شوت. مايك إيفيبرا مره جديده عم يضرب من المسافه البعيده، وثلاث نقاط جديده لمايك إيفيبرا. يعني قبل بدايه الجوله الثالثه كان الافضل على صعيد 3 بوينتس مايك إيفيبرا، بعد مبارتين فقط للرياضي كان عنده 10 3 بوينتس من 16 محاوله. على منصور ما بينجح هون، الرياضي عم يوسع الفارق ل 8 نقاط. وائل عرقجي لدوين جاكسون. وائل امير، امير بقرر يخترع على السله بحطها لعند هايك. ذكيه كثير يا امير، ذكيه كثير يا امير، وببروده اعصاب، ببروده اعصاب الرياضي عم يقدر يسجل مع بدايه الكوارتر الثاني 8 نقاط مقابل نقطه واحده فقط سجلها هوبس. الامر بيجبر المدرب جاد الحاج انه يطلب التايم اوت بشكل سريع. تركب الاثناء اكيد رح يكون لنوع الديفنس يلي رح يعتمده المدرب جمال جاد الحاج ب الدقائق طبعا السبعه من الكوارتر الثاني. داير متبقي جابرييل صليبي رجع على ارض الملعب. سي جي جايلز مع ويلي وارن، توني ميتشل لا يزال على البانش ايضا بيهايند ذا باك ما بتنجح. إيفيبرا لدوين، ما بيقدر دوين يسجل. فرصة لهوبس لتقليص الفارق مرة جديدة مع علي منصور، منه لعند ويلي وارن. ويلي 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 بيروح على السالة، حلوة كتير يا ويلي وارن. نقطتين جديد لويلي وارن، اكتف كتير عم بيكون على أرض الملعب ويلي وارن. هيدا ويلي وارن يلي بنعرفه، يبدو انه ارتاح من سفرته الطويله من المكسيك وبلش يقدم المنتظر منه بالوقت يلي مايك بياخذ شوطه جديده على الارك ما بيسجلها. صراع على الريباوند بيحسمه علي منصور والانطلاقه بسرعه بالفاست بريك السريعه والصافره من جديد. طبعا من برا رح تكون لهوبس. علي منصور لتوني ميتشل يلي رجع على ارض الملعب مكانه لسي جي جايلز. ويلي ويلي باخر اربع ثواني بقرر يدخل على السله وعم يحصل على الخطا. ويلي وارن اليوم بدور المغوار من ناحيه فريق هوبس، الدور يلي اعتاد يلعبه علي منصور. وصلته طبعا رائعة جدا يلي سجلها علي منصور بمواجهة الاتحاد السكندري بنهاية المباراة. محاولتين رح يكونوا لويلي وارن. ويلي على فري ثرو لاين، اذا فريق لا يزال 8. بسجل الاولي ويلي وارن.
هذا الفري ثرو الثانية اللي بينجح فيها بالمباراة ويلي. بعد عنده محاولة والمحاولة الثانية أيضا بينجح فيها ويلي وارن يلي رح يترك الملعب لنادي هاشم. طبعا سقوطه ما كان سهل أبدا لويلي وارن بعد المحاولة الأخيرة يلي حصل من خلالها على خطأ. نادي هاشم بده ينتبه الآن عليه خطأين. أمير سعود من ناحية الرياضي أيضا عليه خطأين. هايك على لو بوست بوجه توني ميتشل بحطها لعند امير بترجع لعند هايك. ستيل عم يكون من علي منصور والانطلاقه السريعه بالشيء اللي بيبرع فيه هوبس والفاست بريك مع كريم زينون. علي منصور هو الكريم، علي منصور هو الكريم لانه كيف عطاها الاسيست لكريم زينون على الاطلاع حط الباسكت تنزل الفارق الاربعه. ولع المباراه من جديد الرياضي وهوبس. داريان تاونز عم يتحضر للدخول وايضا رودريغ عائل. يعني بنش احمد فران بالتاكيد عليه اسماء مهمة جدا. بانش احمد فران اكيد اقوى من بانش جاد الحاج وبالتالي بيقدر يستفيد بشكل كبير احمد فران بالروتيشن يلي بيعملها. توني ميتشل نجح هوبس مرة جديدة انه يسترجع الطابة مع توني ميتشل. عم يدخل على السلة عم بيسجل توني ميتشل سلة صعبة كتير وعم ياخذ الخطأ. اند وان لتوني ميتشل الفارق عم ينزل أكثر وأكثر صار نقطتين من بعد ما كان طبعا 8 نقاط قبل التايم أوت يلي كان طلبه المدرب جاد الحاج. تغير كثير تغير كثير الفريق. ميتشل بياخذ المحاولة أيضا بينجح فيها. قد إيه مهمة كانت الفاست بريك والسلة يلي سجلها توني ميتشل. فرق نقطة بس. هوبس عمل الكامباك المنتظرة منه. الرياضي بيعرف كتير منيح انه ما عم يواجه خصم عادي. اكثر الخصوم يلي بيعرفوا مين هو النادي الرياضي وامكانيات النادي الرياضي وامكانيات لاعبينه. مايك افيبرا بيقرر يدخل بالترافيك عم يتعرض لبلوك شوت من نادي هاشم. حلو كتير علي منصور عم يروح ايضا على السهل. يا علي يا علي يا علي طلعه وسجل. قرر علي مرة جديدة يكون كريم مع توني ميتشل مثل ما كان مع كريم زينون. ما نجح انه يسجل لانه كان هايك عم يعمل بلوك شوت بطريقة رائعة. شو هالجيم الحلوة من أجمل المباريات يلي عم تتابعها بدور دبي الـ 31 يلي فيه يقول بكل بساطة هي أجمل دورة لحد هالوقت عم نتابعها بين الدورات الـ 31 يلي عرفتهم دورة دبي. هون بالإعادة البلوك يلي عملوا هايك على توني ميتشل كان عم يطالب بخطأ طبعا. هايك أوت مازن منيمني إن رودريك لمايك إفيبرا. جامب شوت من مايك ما بتنجح. ريباوند الدفاعي لتوني ميتشل. خمس دقائق متبقيين بالكورتر الثاني. ما حسينا بالمباراة، ما حسينا بالمباراة قد ما هي سريعة وقد ما هي رائعة. نادي هاشم بالاوبن شوت ما بيسجل عن 3. ريباوند لمين؟ ريباوند عم يكون لرودريغ. مازن منيمني امير سعود مايك افيبرا مايك لتاون. شو هيدا شو هيدا يلي عمله توني ميتشل تحت السلة. وحش يا توني مخيف اون بوث اندز. ما معقول ميتشل يلي عمله. كريم بالاوبن شوت عن 3 ما بيسجل. لا بيسجل كريم زينون بيسجل بيولع المباراة وبيعطي التقدم لهوبس. هيدا هو الفريق يلي كنتوا ناطرينه. ايه هيدا هو هوبس يلي كنتوا ناطرينه. ما معقول شو عم يعمل هوبس. 12-0 ران لا هوبس بعد طبعا التايم اوت يلي طلبوه. كان عندهم 20 نقطة سجلوا 12 نقطة ورا بعضهم. 12-0 ران تجبر احمد فران يطلب التايم اوت في المباراة الرائعة جدا. مباراة القمة قمة القمم بالمجموعة الأولى. بعد ما يكونوا فريقين لبنانيين احضروا باسكت بول استمتعوا بالباسكت بول اتعلموا باسكت بول. Why do you want them to block us 2-3 times in a row? 1, 2, 3, 4, 5. Ball was here. Ali, ball was here. They pass it for Towns. So we come from this side to trap this one. You cover Ali between two, AC between two. Always hold the triangle when we trap. Okay? But now we have CJ under the basket. Long close out, pressure the ball on zone. Pressure the ball. Don't let them share the ball easily. Pressure every time. Everybody get back on defense and run in.
فريقين بيرجعوا على الملعب، متبقي 4 دقائق و26 ثانية من هالكوارتر. هوبس قدر يعمل 12-0 ران مثل ما ذكرت ويتقدم بفارق سلي على الرياضي. داريان تاونز بظهره سي جي جايلز لبرا لعند رودريغ. امير ممكن ياخذ الشوطه، بيقرر يخترق. امير سعود بحطها عند دوين جاكسون. دوين لداريان تاونز. داريان بالصراع مع مين؟ مع جابرييل صليبي. كريم زينون، ما معقول هوبس، ما معقول شو هالشخصيه، شو هالهاي سبيريت يلي عندهم اياها على ارض الملعب. علي علي كريم زينون بياخذ الشوطه من برا، ما بيسجل. جابرييل بخليها داخل ارض الملعب لعند سي جي جايلز. سي جي بياخذ الشوطه بالثواني الاخيره وبيسجل. سي جي جايلز ايضا عم يضرب المسافه البعيده وعم يفتتح رصيده بهالمباراه بثلاثيه. سي جي جايلز. دوين جاكسون، توني ميتشل عم يدافع على دوين. دوين بقرر يخترق وبيحصل على الفاول. دوين جاكسون. نادي هاشم هو الوحيد اللي عنده 3 أخطاء من ناحية فريق هوبس. علي منصور من جديد بتروح لعند كريم. كريم داريان كان هو عم يلتقط الريباوند. أمير سعود بيقف على الأرك، ما بيسدد. أمير عم يطلب منه ياخذ الشوطة. ما بده أمير. رودريغ عقل، مازن منيمني، مازن بقرر يخترق، بجرب يحط عند داريان تاونز. في صافرة وفي خطأ وفي سلة لمازن منيمني. خلونا نتأكد فعلا سلة محتسبة لمازن منيمني. رح يكون عنده أيضا شوت. شوفوا هون رجعت لمازن. والخطأ الثاني على كريم زينون اللي عنده دبل ديجيتس بالمباراة، الوحيد من ناحية فريق هوبس اللي عنده 10 نقاط. مازن منيمني ايضا بينجح بمحاولته. مازن ايضا النقطة رقم 7 على مازن باللقاء. علي منصور، الفارق سلة صار لهوبس. جابرييل من جديد لعلي. كريم زينون، كريم لتوني ميتشل. توني بياخذ الشوطة من برا، ما بيسجل توني. عندما عم يعتمد الرياضي المان تو مان ديفنس عم يكون مزعج لهوبس بشكل كتير كبير. التنويع على كل حال من قبل المدربين بالحالة الدفاعية عم يكون حاضر. دوين عم يطالب بخطأ، لكن حبيب كان عم يعمل السير بالوقت يلي توني ميتشل بيختار، بروح على السلة وبحط الباسكت. توني ميتشل رائع جدا باللي عمله. ما معقول توني ميتشل كيف اخترق وكيف سجل. 37-33 الفارق 4. دوين مرة جديدة. توني ميتشل ديفنس 2-3 حاليا من قبل لاعبي هوبس. تاونز بجرب يدخل على السلة، الريباوند الدفاعي لحبيب عم يعمل شغل كبير تحت السلة بواجهة عمالقة النادي الرياضي. بوقت يلي جابرييل بيدخل على دوين جاكسون وبقلب كبير اللاعب الصغير عم يقدر يسجل سلة جديدة وعم يقدر يحط نقطة جديدة أو نقطتين جديد لفريق هوبس المتقدم حاليا بفارق 6. خطأ كان لمصلحة أمير سعود قبل دقيقتين وثانية على نهاية الكوارتر الثاني. والخطأ الثاني على علي منصور. الخطأ الثاني كان ان سبورتسمان لايك فاول على علي منصور. مثل ما شفنا الحكم عم بشير لإعادة مرة جديدة واضحة. كان مع المباراة اني يعقوب غبيش، محمد ريان ومحمود السيد. أمير ما بيسجل، محاولته الأولى أمير. أما المحاولة الثانية فعم ينجح فيها أمير سعود. البوزيشن بالتأكيد رح تبقى مع النادي الرياضي بطل لبنان يلي عم يدافع على لقبه بدبي. شوفوا سلته لجابرييل صليبي. شوفوا شو السلة الصعبة، لكن الإصرار واضح عند جابرييل لأنه يوصل على السلة. رودريغ مرة جديدة على البنش. ما كانوا عم يدخل وائل عراق جاي، ده هو التبديل الكلاسيكي بالنسبة للمدرب أحمد فران على البوزيشن نمبر 1.
مع داريان تاونز على اللو بوست، لاعبين على داريان تاونز، هالامر بيسمح لمازن المنيمني انه يدخل يخترق ويسجل. مازن المنيمني فات اكثر واكثر باجواء النادي الرياضي وقت يلي توني ميتشل عم يدخل على السله، مع مين رح يسجل المره؟ دوين جاكسون، دوين بيرجع لبرا لعند امير الرياضي، عم يرجع يقلص الفارق لثلاثه. دوين جاكسون لداريان تاونز، داريان، وهون ايضا في صافرة وفي خطأ لمصلحة داريان تاونز. 20 نقطة قدر يسجل هوبس بهالكوارتر مقابل 14 لحتى الوقت للنادي الرياضي. الإعادة مرة جديدة، هون الخطأ المحتسب لمصلحة داريان تاونز يلي رح يكون عنده 2 شوتس، 5 أخطاء على هوبس، 4 أخطاء على الرياضي بهالكوارتر. داريان نجح بمحاولته الأولى وبنقطة الأولى بالمباراة. إذن والثاني أيضا عم ينجح فيها داريان تاونز. توني ميتشل هو يلي عم يطلع الطابة، توني بقرر يروح لحاله وعم بيسجل على داريان تاونز بطريقة حلوة كتير. توني ميتشل مرة جديدة تقدم 3 إلى مصلحته. شو هالمباراة، شو هالمباراة الحلوة. الدقيقة الأخيرة إذن من الكوارتر الثاني، دوين جاكسون عم يدخل على ويلي وورن لبرا، وائل مين رح ياخذ الشوطة؟ وائل بقرر يخترق، بياخذ الشوطة من المسافة القريبة وبسجل. وائل عرقجي، مستحيل مستحيل من هون يضيع وائل عرقجي. فارق نقطة مرة جديدة بآخر ثواني على الكوارتر الأول. توني ميتشل بجربها من البعيد، عم يعطي هون فرصة للرياضي لأنه ينهي الكوارتر الثاني وهو متقدم أيضا. وائل ما معقول، وائل شو عامل، ما معقول وائل شو عامل، وما معقول. أمير من برا، أمير من برا ما قدر يسجل. أمير داريان تاونز، داريان ستيل موجود. حبيب عبد الله لتوني ميتشل او لويلي وورن، ويلي بيروح على السالة ما بيقدر يحط اللاي اب، عم يطالب بخطا، عم يطالب بخطا بالوقت يلي امير هالمرة عم يضرب من مسافته المفضلة. يا امير عم بيطير بالرياضي ليتقدم بفارق سلة 43-41 والتايم اوت عم بيكون بهاللحظات. We don't receive 3 points. This guy, Tony Mitchell, taking the ball, he doesn't even see anybody from the Lebanese. Okay? We only go right, guys. Close is right. Send them left. 9 seconds. Okay, 2 points. That's it. They can do fouls. They go for 3 points. And you just not be for this double. We are playing by Let's go. تسع ثواني متبقيين لهوبس لتنفيذ الهجمه بالكوارتر الثاني ونهايه الكوارتر. ميتشل او ويلي وورن بيدخل على البيس لاين، بيطلعها لبرا لحبيب، حبيب بيلاقي سبيس تاخذ الشوطه ما بيسجل حبيب. والكوارتر الثاني ايضا عم ينتهي لمصلحه الرياضي، انما هالمره بفارق سله 43-41. بطل لبنان ودور دبي الدولي لعام 2019 عم يطلع من الملعب وهو متقدم بفارق سله، لكن المباراه بعد بتقعد بالكثير، صدقوني بتقعد بالكثير. وطبعا بانتظارنا كوارتر ثالث وكوارتر رابع من نار. ما تروحوا لبعيد، بريك سريع وبنرجع معكم الى دبي الى صاله مكتوم بن محمد ال مكتوم بنادي شباب الاهلي.